شهادتي بخبرتي مسيرتي الطويله الحمد لله. شنو مدير الحيواني قدرت منه. مدير شنو؟ الحيواني. الحيواني. طيب منو الحيوان اللي كان قبلك مستلم؟ والله الحيوان قال اللي قال قبلك مو اللي قاعد يمك. لو سمحت حضره المستشار تدخلات خارجيه من لا 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 رجاء نحترم بعض. تفضل في عندك مداخله؟ مداخله لان طق على تفضل من حقك. لا اقبل انه ممكن لا لا لا, 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 لا فانا استلمت وظيفه فوقه. شنو وظيفه؟ وظيفتي مدير اداري ايه؟ للحيواني واللي ماسك الحيواني يعني اللي هو يعني اللي هو الحيوان عضو. مدير عام يعني. مدير عام حق الحيوان. وضح عشان نعرف وظيفتك. الحين عرفتكم انتوا على خلاف يعني ما في لا خلاف يفسد الود ولا لا إيه ما في ان شاء الله ما في. انا اقول عمي ممكن مداخله والله لو ينابح احسن له من يسولف لانه مو قاعد يقول حكي عدل. طيب انت عندك اعتراض على لا بالعكس ما بالعكس انا تنشر انا راح احل لا في الود لا يختلف شو اسمه بلا هذا هو لا لا حكيت انت ليش ما تنبح احسن شوف انت خرامة دخل يكمل أعظم يخلى